السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العمل سيكشن في برنامج شوكيس، باجي هنا في أبيرنس وبقول له كروس سيكشن وبقول له أنا عايز أعمل سيكشن. عندي حاجة من الاتنين، لما أعمل سيكشن على هيد بلين مسطح وأطلع بيه وأنزل بيه، أو كورنر. أداة كورنر، تمام. طيب الكورنر ده أنا عايز أتحكم فيه، أطلع بيه أنزل بيه ألفه. فأجي هنا في الإيديت وأقول له شو ترانسفير ترانسفورمر هاندلز، اول حرف اتش. دلوقتي انا من حقي ان انا لما اعمل له روتيت، لما احركه اقرب بس من الهاندل شويه، تمام. اها، يعني ممكن اجي كده على الايد دي لحد ما لونها يختفي، واحرك سيكشن شويه بالشكل دوت، اوجع على الايد اللي فوق اطلع. زي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط. ده سيكشن اللي هو كورنر، نعم. هنزل بيه دلوقتي، تمام. وممكن اجي هنا واحركه ناحية المبنى اهوت، تمام. او ممكن اعمل منه دبل بحيث يبقى عندي اتنين سيكشن، او ممكن اعمل له ديليت الغيه، او ممكن ادخل في الخصائص بتاعته لو انا عايز اعدل في الخصائص بتاعته، اديله لون مثلا مميز، تمام. او ممكن الغيه خالص ديليت واعمل سيكشن تاني وليكن سيكشن بلان. سيكشن بلان مجرد مسطح، تمام. هاجي هنا اطلع فوق سنة، تمام. وليه ان انا الفه، تمام، بالشكل دوت. ده بالنسبة لموضوع السكاشن. من ابيرنس بقول له كروس سيكشن، ومن اديت بقول له شو ترانسفورم هاندلز. اخوكم عمر سليم.